حقيقة ما كناش كنتسناو هذا الاداء من منا كاملين دائما كنبغي نهضر على واحد النقطة مهمة اللي هي رغم ان الناس كتنتقد لان كتقول لك لا حنا بطولة احترافية وفريق احترافي راه في 20 في 20 يوم باش تلعب ستة المباراة راه من الصعب ومن المستحيل لان تقريبا سبعة ديال اللاعبين معطوبين من الاطور ديال ديال الفرقة ديال الفريق نقدروا نقولوا ان المباراة ديال الفتح آه تشمتنا في ذاك المباراه كان كان بامكاننا نحقق نتيجه ولكن اليوم ما كناش ك... نا... ك... كا... كن لو ان حصلنا التعادل كنا غن... نقطه من خريبكه اذا فا... ف آه... كره القدم هذه